فرحان ويقول لك ريال مدريد فريق الفار ويفوز بالفار، ما يدرون عندهم فارين موجود بالدفاع فاران. محمود طبعا اول شيء جابرنا انه منطق قرار انه اذا تريدون طلعون شوفوا المباراه تشوفوها بمكان ما حد يدخن بيه. مرحبا، اليوم قاعدين ننتظر لعبة ريال مدريد ومانشستر سيتي اللي يمي مدريدي، فراح اخذ توقعك. طبعا ريال مدريد، يعني منو تقول يمكن يفوز ومنو يتأهل؟ لا ريال مدريد، يعني نتيجة 2-0 او 2-1 وبعدين تقوى الجزاء، يعني نلتقيهم بعد المباراة ونشوف ان شاء الله النتيجة. مو كلنا ثقة في الريال. اوكي، هفوة قاتلة باران اللي لحد الان شبيه باران. نعم شاب ينتظر يكتسب الخبره. طبعا اني واحسان دائما نقول انه باران الان يبحث عن خبره، لاعب يبحث عن خبره، صار له مدري كم كاس عالم شارك ومدري شو اسمه ولحد الان يبحث عن خبره. خطا مال واحد مبتدئ ريال مدريد لحد الان متاخر، كلف يعني غلط والله العظيم مال مبتدئ 1-0. يعني لاعب لا عليه ضغط لا عليه اي شيء، هيجي انتظر المهاجم ياخذها منك. تخيل يعني من حظ انه هذا اللاعب انه هو يلعب يم نفس الفريق اللي يلعب به اعظم مدافع حاليا سيرجيو راموس. وين سيرجيو راموس؟ فرحان وبنزيمة. قلت لك يحتاج فرص يحمل. دقيقة 27 بنزيمة جاب التعادل، هذا حلو. لحد الآن أنا أشوف أنه ريال مدريد أفضل. 1-1 هجمة منسقة جاب الهدف. أما سيتي ما أشوف من عنده هجمات، بس صعب أنه ينتظر كورة. انتهى الشوط الأول 1-1. أنا من وجهة نظري أنه ريال مدريد قدم مباراة أفضل من مان سيتي. ريال مدريد حتى عنده فرص اكثر من مانشستر سيتي. صوت عالي. وانتهت المباراه 1-1، هي نتيجه مقبوله. شو تقول احسان؟ يعني مباراه عادله لحد الان، لو ريال مدريد احسن مدافعين. ايه بس انت شوف الفرق المستوى واضح، الريال احسن. بس 1-1 بالشوط الاول انا اشوفه من جانب ريال. يعني محبوب، يعني يمكن يجيب 2-1 وتتعدل النتيجة مو صعب، يعني إذا أخذ فوق جول وراها تنقلب كل المباراة. بس هو باران بالبداية ورطوا شو يسوي؟ غير أي يا مطيع باران، هذا لاعب حرام والله. يعني ايش تحكي؟ والله العظيم باران محظوظ انه يلعب بريال مدريد، بس هذا اللي اقول لكم اياه، ومحظوظ لان يلعب بمنتخب فرنسا. فاران صار له سنين يريد ياخذ خبره، طيح حظ النادي. زيدان دا يلعب بخطه شويه يريد يسجل الثاني ويضغط مانشستر سيتي، وفاران اخطاء ما لها داعي. يعني هاي طوبه بالهدف الثاني تقدر تطلعها برا يا اخي، لا تفيك. رجعها للحارس انفراده. والله لو اني بدا زيدان هسه اطلع من الملعب، يعني لو انزل خشبه بداله همين احسن من وجوده بالملعب. يلا هجمه المدري، يلا العب اوبا، يلا بنزيمة العب اوبا، مودريتش اوبا، الله ستر، هاي مرتدة. دي بروين انطلق، روح شوف. طبعا شنو ريال مدريد بالدقيقة 70 اشتعل، بس بعد ايش؟ بعد ما ضيع حظ السالفة بارا ثالث. اكيد هم باران المشكلة، هم ما يقولون الى ان باران يخلقون فرصة. هاي اللعبة دفاع ريال مدريد دا يصنع الهجوم مانشستر سيتي. يا باران والله هم ما يسوون شيء، ينتظرون باران يغلط وخلاص. هذه كورنر اوبا، حاليا المباراه
سيطرة لسه في الشوط الثاني هو لسه بصراحة. فوقها اجى باران. هي ماسكة باران لأن اللعبة عبارة عن باران. العاب جزاء. جزاء هذه شنو؟ جزاء هذه بس يرجع للفار جزاء. بس يرجع. حلو حلو. اوبا. ضغط رهيب على ريال مدريد. حتى ماكو مجال يرجعون للفار. صدق مكان راموس خالي. لاحظ صار دقيقة انك حالة المفروض يرجع لها بالفار. لحد الان ما رجع. ما طلعت الطوبة. ما طلعت الطوبة. طا مجال فات 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 كونسيلو. المعلق يقول ما اريد اقسي على باران. هو ايش بتقسي على باران؟ هو ضيع الفريق ضيع حظه. ما اقسي عليه، شو قلت لا تقسي عليه؟ خطره 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 خطره. جيسوس بشماره بليفربول. ويقول لك ريال مدريد فريق الفار ويفوز بالفار، ما يدرون عندهم فارين موجود بالدفاع فاران. هاي شو احسها جول؟ ماكو جول. حسان ماكو جول. ريال مدريد حاليا انشط بس من دون اي فاعليه هجوميه على المرمى. دقيقة 78. انا اعتقد انه زيدان بهاي اللعبة تفلسف، يعني هازارد كان المفروض يطلع من بداية الشوط الثاني. اصلا يمكن كان ما يصير ينزل لانه بعده ما خلص. بعد راجع من اصابه وما جاهز مبين. ما يصير يلعب مباراة مصيرية ومباراة كاملة. فينيسيوس وين المفروض ينزل؟ 80 دقيقة. يعني انا اعتقد انه زيدان انعدم المدرب برشلونه بالدقيقه 80 وماكو تبديلات. ذيك التبديلات بدل تبديل واحد وعنده اربع تبديلات بعد، مع العلم انه زيدان لعبته هي التبديلات. ضربه حره دقيقه 84 وهاي المنطقه طوى ديفيد سيلفا راح يشوت لو دي بروين صعبه. طبعا زيدان غير ثلاث تبديلات ويلعب بثلاث مدافعين حاليا، ومن دول الثلاث مدافعين واحد اسمه باران. تخيل هاي دي بروين ودي سيلفا اثنين هم صعبين في هذا الحوار. لا دي بروين، دي بروين راح يصيده. سيلفا اوبا. سيلفا بطرة. يلا خطره المدريد. يلا ارفع العب روح جول. اوبا. بس هاي وين صعد فوق بنزيما؟ العاب مرتدة. سيتي على كيفهم. هذا يلعبون حول يمين يسار. وريال مدريد مضغوطين يضغطون بقت اربع دقائق على الوقت الاضافي. شكلهم ريال مدريد تعبوا باخر الدقائق والسيتي مسيطر على الطوبه يحرمهم من الطوبه. وريال مدريد يحاول انه يخطف الطوبه وياخذ مرتده بس مشكله ماكو. والمشكله اذا خطف الطوبه تروح لبنزيما، بنزيما يراد له كل 10 هجمات يسجل واحد. دقيقه ونص على خروج ريال مدريد من بطولته المحببه. واليوبي يمين تقريبا خارج البطولة. يوبي ايش قد؟ 1-2-1؟ يعني طالع الى الان يوبي. مين مسجل؟ ماكو امل لرجوع ريال مدريد لان مستواهم بالشوط الثاني زفت. 2-1. اي 2-1. نص دقيقة ويخرجون ريال مدريد. شو تسوي؟ البركة بمنو؟ باران. باران اوقف بس حيجي الرابع حيجي الثالث. شنو السالفة؟ وين باران؟ هجمة باخر دقيقة ضيع الوقت خلاص. حينهي الحكم الالماني. هذا الحكم الالماني فقر. ذاك دوري الابطال هو حكم لهم لريال مدريد وطلعوا وهسه طلعوا. اخر 5 ثواني. ضربة حرة رونالدو هنا. انتهت المباراة وريال مدريد خارج دوري ابطال اوروبا. هنا ايش صار؟ خلينا نشوف لعبة اليوم يرجع لها.
اليوفي ضربة كورنر كورنر راح ويلي راح وبعد ما يصعدون للأبطال هارد لك المشجعين ريال مدريد اوقف دقيقة خلي عدل الكاميرا اي عدله تمام هارد لك المشجعين ريال مدريد خسارة نقدر نقول عليها متوقعة يعني مقبولة مو متوقعة مقبولة لو متوقعة انت شنو تتوقع يعني شنو تتوقع انه راح تتأهلون متوقع افضل طبعا هنا مهندس احسان مدريدي زين من اليوم كان اسوأ لاعب بالمباراة ما يحتاج الجواب صح اعتقد براهن بدون نقاش زين منو احسن لاعب من جانب ريال مدريد الحارس مش ولا لا بنزيمة بنزيمة بعد بس ضيع بنزيمة لذلك انا اقول الحارس بس كان اوكي كورتوا منو احسن لاعب بالمباراة برايك دي بروين بدون نقاش يعني يمكن اقول دي بروين والبرازيلي خيسوس يعني اللي قدر يبوك طوبات يعني بس دي بروين كان متميز كان حركه دي بروين كان حركه وسريع شنو يعني الخطوط مال ريال مدريد اي خط كان اضعفهم الفريق بشكل عام بدنيا مجهز اللاعبين المفروض ما كان يشغلون من البدايه زين اولهم هازارد المفروض ما يلعبون هسه نوصل على هازارد ورابعه يعني هسه الخطوط منو احسن خط كان انا برايي ما كان اكو خط زين ريال مدريد انا ما شفت ريال مدريد شنو سبب الخساره؟ خساره بشكل عام الفريق مو جاهز زيدان كان موفق بهالمباراه فلسف وايد كلش مو؟ كان المفروض ما ينزل هازارد مودريتش كان يعني ما اعرف يعني مودريتش اوكي يعني يمكن اشوف مودريتش انه لاعب خبره بس كان لازم يطلعه من بدايه الشوط الثاني ينزل يمكن فالفيردي هازارد نهائيا مكمل كان انه ممكن ينطي سرعه ممكن ينطي شيء اكثر من مودريتش والمره الاولى اللي احس بها انه زيدان انعدم من مدرب برشلونه بالدقيقه 80 يلا بدل خمس تبديلات وبالدقيقه 80 وعندك لاعبين وعندك لاعبين جاهزين وعلامه استفهام كبيره على فينيسيوس ليش ما نزله فينيسيوس وطلع يعني انت عندك لاعب صار له موسم كامل ما مشارك نزله كمهاجم حتى وما تنزل اوكي نزل هو هذا اللاعب شو اسمه يوبوتيتش اوكي فورم مال الريال كله اوكي هو تنزيل مهاجمين فشيء حلو بس انت اصلا فينيسيوس ما لعبته شنو الافضل كان انه ينزل فينيسيوس ويا يوبوتيتش لو شنو؟ انا كنت اتخيل راح ينزل فينيسيوس انا كنت اتوقع كشرط اساسي انه يلعب مهاجم من جهه اليسار يرجع بنزيما لجوا انا كنت متوقع انه زيدان ينتظر للدقيقه 60 ويلعب تبديلاته يجيب 2-1 وراها لو يبوق هدف لو يروح اضافيات هاي المباراه كانت هيك هذا كان السيناريو لولا الاخطاء الكارثيه اللي سواها بس انا اقول لك انه ريال مدريد الشوط الثاني هو بمستوى الشوط الاول قدم حلو بدنيا المانشستر سيتي كان جاهز قيلة المباراه صح ريال مدريد ظهر على فترات صح ريال مدريد بالرغم من انه عنده دكة حلوة بس ما ننسى ان مانشستر سيتي عنده دكة قوية لا بدنيا يعني في فرق بدني واضح لو استعملوا انا بالنسبة لي ما شفت الوسط مع ريال مدريد ابدا ولهذا انقطعت الهجمات عن الهجوم هذا لا تنسى غيار القائد ريال مدريد يلعب بدون قيادة صح راموس فرق كبير وخصوصا انه هدفين اجني عليهم من لا شيء يعني هذا دليل ارتباك الخط الخلفي هذا يلخبط كل المعنويات والخطط وكل شيء انا اشوف ان الحارس الرجل قدم ما عليه بوجود خط كامل من مدافعين مهزوزين يعني هو لو ما الحارس موجود كان هسه النتيجه صارت اكثر ليش مو مارسيل في اسئله ما عرفت جوابها ما ادري هو لهذا انا اقول انه من البدايه لهذا انا اقول انه زيدان تفلسف بهاي المباراه وكان المفروض ما يتفلسف فيها مع انه زيدان يعرف شلون يلعب مباريات مثل هاي المباراه هذا رأيي كنا نقول عليها مدرب التبديلات ما شفنا اي يعني بالشوط الثاني زيدان يقلب مباراة كاملة بالتبديلات مالته اللي تأخر بيها اليوم بس خلينا نقول انه البطولة السنة كلها خارج المتوقع يعني انت تخيل انه مانشستر سيتي راح يلعب ويا اليوم وريال مدريد برا يوفنتوس برا مو بعيد انه نشوف باكر برشلونة برا على اي شيء لانه بصراحه موضوع انه انت تلعب بارضك حاليا ما يفيدك انت تلعب بارض بدون جمهور من دون اي شيء صار الموضوع نيوترال فممكن انه واحد ياخذ من عندك هدف ويسجل عليك وينهي كل شيء يلا شباب نقول هارد لك شو تسوي هارد لك مشجعين مدريد ونشوفكم بخير بس احنا عندنا موفقين فريق برشلونه بس احنا عندنا محمود ما حكى كل شيء
محمود طبعا اول شيء جابرنا انه منطق قرار انه اذا تريدون طلعون شوفوا المباراه تشوفوها بمكان ما حد يدخن بيه وتلبسون كمامات. فلهذا احنا قاعدين في هذا المكان فارغ، وهذا المكان نفسه بيجوه مكان مع الشيشه والتدخين لابو موزه واصل. فمحمود خسر ريال مدريد، مشكله كريستيانو رونالدو هم اللي خسر. محمود طبعا يشجع ريال مدريد وبنفس الوقت يحب رونالدو، كان عندنا امل انه يتفرج على كريستيانو رونالدو بعد. والله كان صارت لعبه حلوه بين كريستيانو رونالدو وريال مدريد. ايوه هاي كنت اتمناها، بس يلا زين لو فايز ريال مدريد وفايز رونالدو من حتشجعون؟ والله ريال مدريد بس يعني بس يعني بس اذا يفوز رونالدو ما نزعل ما نزعل. اي يعني تتعاطفون يا رونالدو باعتباره جزء من المنظومه، يعني باعتباره هو النجم الاول بتاريخ ريال مدريد. صحيح، ومن حقكم انه تتعاطفون وياه، لكن قدر الله ما شاء فعل وانتهت المباراه بخروج ريال مدريد وخروج ايضا رونالدو ويا. خلينا نقول خروج مستحق، يعني خلينا نقول انه هاي البطوله هيك شلون ما كان بس واحد ينهيها وخلاص مو؟ يلا هاردك المشجعين مدريد ونشوفكم بخير يا رب، وتلتقونا بمباراة برشلونة ونابولي باكر إن شاء الله. مع السلامة.